أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من استوديو صوت العدالة. اليوم كنتلقى اتصال مع عند حفصة والعائلة ديالها اللي كيعودوا لي واحد المشكل جد غريب. هذا المشكل هذا اللي عندهم كنشوفوا غير السواعدة اللي كيديروه والخليجيين بطبيعة الحال. كيجيك مغربي وكيدير لك الهيلالة على أساس الزواج بالطقوس ديالو، كياخذ اللي بغى في الاخر كيزيد ويخليك. اليوم القصة ديال حفصة ماشي بحال القصص اللي بمالفين كنشوفو ديال ان واحد ضحك على وحدة ما ساق لهم الخبار حد ولا تباغت يتباد الزواج ولا لا. هنا اليوم كانت مسائل شرعية وداكشي بالطقوس ديالو، ولكن السيد ملي خدا اش بغى خوى الطريق وفي الاخر ولا كيطالب بالهدايا اللي هدا الحفصة. غنسمعوا القصة كاملة ديال حفصة وغتشوفوا هاد القصة والغرابة ديالها وكذلك الدرس اللي غناخدوه لولادنا منها. الحاجة مرحبا بك على صوت العدالة. الحاجة كيفاش كانت العلاقة ديالكم بهاد السيد؟ عودي لي من الأول كيفاش كانت العلاقة ديالكم وكيفاش تعرفتوا عليه وكيفاش جا عندكم؟ السلام عليكم. بسم الله. هاد السيد كانت عنده علاقة من 2008 مع الزوج ديالي، علاقة دينية كتجمعهم. واش كيلتقيو في مجالس دينية؟ كيتلاقاو في مجالس دينية. واحد النهار عيط ليه الزوج ديالي، كان بغي يستشرف معاه في واحد المشكل كان عندنا. ملي عيط ليه جا عندنا للدار. حنا داك النهار ما كناش غادي تحل عليه غير حفصة بنتي. ديك الحلة اللي حلات عليه حفصة بنتي شافها. ملي شافها صافي السيد ولا كيمشي ويجي. دوا مع الزوج ديالي قال ليه انا راه بغيت الحلال، بغيت بنتك. جا الزوج ديالي قال ليه لا ما يمكنش انا نعطيك بنتي، بنتي راه باقا صغيره. واش عنده من عام؟ هو عنده 56 عام. فاش خدام؟ مهندس محلف. مهندس محلف. رفض الزوج ديالي، رفضنا، رفض تاخوها الكبير. كل شيء رفضنا لان السيد كبير عليها فلاج. صافي السيد ولا كيمشي لعندها هي المكان فين كتقرا، عرفها فين كتقرا، ولا كيمشي ليها كيدخل ليها حتى الاداره لداخل، هذا لداخل في الاداره. بالاخباركم نتوما احنا ما عندناش العلم حيت احنا اصلا رفضنا باش ما ياخذش بنتنا لان كبير عليها فلاج. بقى كيمشي لعندها هي. ملي بقى كيمشي لعندها هو استخدم الطريقه ديالته باش يوصل ليها وباش يغريها وباش توافق عليه. ولا حفصه شحال عندها من عام؟ حفصه عندها 20 عام. 20 عام عندها. حتى هي عندها طموحات، باغا تقرا، باغا تكون راسها، باغا دير مستقبل لراسها، باغا هذا. هو استخدم معها الاغراء. دابا هو استخدم معها الاغراء. كل مره كيغريها بشي حاجه غاليه اللي ما غتقدرش هي تشريها. كل مره كل مره كل مره. وكتجيب داك الشيء اللي كتجيب للدار كتقول لكم راه عطاه ليا فلان. تجي تقول لنا ماما انا شوف هذا راه جاب ليا هذا الشيء. اشنو باغي؟ اشنو هذه راه سميتو؟ حنا قلنا لا ودي هذاك السيد راه كبر منك. راه ما يمكنش. صافي هي هذيك بقات سميتو. بقات يمشي لعندها المدرسة لأن تغراها ولات هي تتحدانا. تقول لكم والو صافي أنا هذاك غادي يحقق لي الأحلام ديالي، أنا غيدير لي، أنا هادي وأنا هذاك الشيء اللي تنقلب عليه. هذا هو اللي هذه هي العلاقة ديال ديال ديالكم معاه. العلاقة ديالنا معاه هي اللي هي أصرات. هي أصرات. شنو اللي وقع؟ ملي ولات يغريها بداك الشيء هذا صافي السيده ولات تحداتنا حنايا، تحداتنا هو ولا بلاش؟ هو صافي.
صافي. حتى واحد النهار جا مع ملي شاف شفنا بحال هكاك السيده صافي بغا هي بغاتو صافي قال لي نتوكلوا على الله. قلتوا اللهم نديروا الحلال. اللهم نديروا الحلال. قلنا اللهم نديروا الحلال. صافي التجأ لباها جا هذا وافقنا قلنا ليه نديروا الاجراءات. بدات يدير في الاجراءات بدات يدير في الاجراءات واحد شويه حتى كانت اجراءات ديال اش هو علاش مشى عند محامي باش يدير الاجراءات ديال الموافقات على ديال الزوجه. هو كان مزوج. حنا تفاجئنا بان راه مزوج. حنا قال لينا مطلق تتفاجئنا حنا راه مزوج. دار داك الاذن الاذن ديال الزوجه ديال الزوجه داروا في المحكمه. ملي داروا في المحكمه صافي قال لينا نتوما ماشي شغلكم ماشي هذه خليني انا غنتكلف بهذا الموضوع. انا قادر نصرف على جوج عائلات وانا بنتكم باغاني وانا باغيها. دونك استسلمتوا للامر الواقع. استسلمنا للامر الواقع صافي. قلنا ملي هذا باغينو مهم يكون داكشي في الحلال. قلنا يكون داكشي في الحلال صافي. واخا خليك معي الحاجة حفصة. رغم ان هاد السيدة دجا تقدم لباك المرة الاولى ورفضو الا انك انت وافقتي عليه. كيفاش توافقتي عليها حفصة؟ شنو اللي خلاك تتوافقي وتهرسي الارادة ديال باك امك؟ هو ديك الساعة خدم الطرق ديالو الاساليب ديالو باش يبدا يقرب ليا. مني شاف والديا رافضين داز لي انا لدرجه ولا كيحرجني واحد الاحراج بزاف انه كيدخل ليا حتى المؤسسه ديالي وكيبقى يسول عليا وكيقول لهم هذيك اللي تما راها خطيبتي والاحراج مع التلاميذ ومع بزاف ديال الحوايج وانا جاني واحد الاحراج. صافي كنشوف هذاك السيد لاصق يعني باغي انا ما غادي نصارف منك حتى ديري معايا شي حل انك تقبلي بيا. رغم ذلك انا قلت له ما بغيتش هذا وهو بقى ملح انه باش ياخذني. صافي مني شفت السيد بقى كيمشي وكيجي مرارا وتكرارا وكيتبعني وهذا لدرجه انا وليت كنخاف كنقول شي نهار يخطفني شي نهار يدير لي شي حاجه شي نهار تقدر توقع لي شي حاجه. مشيت عند الدار قعدت ليهم. واش لهالدرجه هو كان داك الحب الجنوني؟ الجنوني ديال اول نظره واول مره. قال لك انا من 2005 وانا كنقلب على بنت الناس وما لقيتهاش ودابا لقيتها وانا باغي نتزوج وباغي ناخذك وغادي ناخذك. صافي قلتها لهم قلت لهم راه هاد السيد راه كيتبعني دار لي الاحراج شنو هذا راه كيدير ديما لي كادو هادي بغيتك. صافي انت داكشي اللي كتقلبي عليه انا غنديرو ليك كنكمل لك قرايتك بغيتي تكمليها غنكملها ليك نبقى معاك حتى تخرجي. قلت له انا كنشوف السيد صافي بغاني وباغيني للحلال قلت علاش لا ماشي مشكل. صافي سايرت معاه اتفقنا قلت له دابا يلا اجي نديروا الاجراءات وداكشي. قال لي شوفي اول حاجه نديروا الحفل ديالنا بعدا بغينا ندير واحد الخطوبه كبيره وهذا بالتريتور وفوتيل وهذا درناه حفل على حقو طريقو بالعراده بكلشي العراده بالماكله بالتريتور بالدقيقيه بالتصاور مصور كلشي يعني داكشي وفي اوتيل يعني كلشي كاين تصاور كلشي كاينين. قلت له صافي واخا مرحبا توكلوا على الله. بدينا حنا كنوجدوا التجهيزات ديال الحفل وداك الشيء وجدنا راسنا داز الحفل وفاجئنا قال لينا شوفوا حنا انا كنبغي نكون في جو اي غير ما كنبغيش انا هاد اربعه الحيوط وهذا غادي نبقاو في هاد لوطيل مده تنكملوا نكملوا اجراءات ديال الزواج ونديروا لاك ديالنا وديك الساعه والدي كيمشيو فحالهم وانت غتبقاي معايا ديك الساعه انا وياك نبقاو بجوج صافي نستقلوا. بقيتوا معاه في لوطيل شاد لكم نتوما الشومبر ديالكم وهو شومبر ديالو. بقينا معاه في لوطيل لحقاش هذاك مول لوطيل كان صديق ديالو دار الحفل عنده ودار كل شيء. صافي بقينا معاه على اساس اننا كونكوا كان قادو في الوريقات ديالنا. مره كيقول لي راه المحامي ديالي خدا كونجي شهر هادي راه ما كاينش بدا كي انا دخلوني شكوكات يعني هذا السيد بحال كيتهرب.
وهو يعني دار معايا شي حوايج اللي خلوني نتيق انه هاد السيد راه ما غيتخلاش عليا وعمره غادي يجي شي نهار وغادي يمشي. فحال شي حوايج اللي ما غيت يعني عطاني شي حوايج اللي كنقول ما غاديش يمشي ويخليني يعني. فحالاش حفصه يعني تعاملت معاه فحال يعني راه راجلي ديال بصح ماشي اننا سلمتي ليه راسك. اه اللي قال لي خدا ليا ابارتمون ديالي والطوموبيل ديالي وفرشها ليا مع كامل الاتات يعني بيت زوجيه كيتقاد يعني دارنا اللي غنسكنوا فيها اختاريت بالذوق ديالي كلشي بالذوق ديالي صافي انا يعني. وهادشي كله كنتسناو في الوريقات يوجدوا باش نديروا لاكت عاد تمشي. باش ندير لاكت صافي وننتقل للدار ديالي نسكن فيها. هذاك الشيء اللي درت معاه مره كيعطيني حجج راه هذا المحامي ما كاينش هادي ما كايناش دخلني انا الشك. واحد النهار كنتفاجئ فيه كيمشي نهار مشى فاش احنا اكتشفنا راه باللي هو ديجا مجو احنا في الاول قلنا انا مطلق يعني دولي على المره الاولى هو فريمون ديجا مجوج بمراه يعني انا شفت الورقه هو جابها ليا وبصح مجوج ومطلق وراني الورقه ديال المره الاولى يعني المره الثانيه ما جابدهاش حتى كنتفاجئ ودانا عند المحامي راه بلي انا مجوج ديجا عندي مرا تصدمنا حنا وحنا راه ديك الساعه صافي راه درنا الحفل وداك الشيء كنتصدموا انه السيد راه مجوج تقبلنا الموقف وما قدرناش نتراجعوا صافي قلنا له مدام انت غادي دير غنبقاو غنصبروا عليك تتصايب دابا التعدد ديالك وتاخذ الموافقه باش نكملوا الاجراءات قانونيه كما هي صافي. هذاك الشيء اللي درنا بقينا كنتسناو حتى واحد النهار فاجئنا ومشى في حاله كنتفاجئوا علاش معلاش طفى التليفون ما بقاش كيجاوب ما عرفناش شنو واقع شنو طاري ما قال لينا لا كلمه لا حتى شي حاجه ما كان لا نقاش لا خصام لا والو. لا بلاتي انت هاد السيد فاش سلمتي ليه راسك والديك ما فراسهم والو ما فراسهم حتى شي حاجه كتسلي وكتمشي عندو واخا ملي السيد هادشي كله دارو وانت سلمتي ليه راسك لانك تقولي صافي السيد كاين وريقات السيد شاري لي ابارطمان شاري لي طوموبيل كيوجد في كل شيء الوريقات كيوجدوا قلتي ما كاينش مشكل. هذه قراءه ديالك انت بدون استشاره ديال الوالدين ديالك بلا ما تستشري معاهم فاش وقع هاد الشيء وبان لك بدا كيتهرب واش ما حاولتيش انك تبلغي داركم تقولي لداركم راه اللي وقع اللي وقع ما كان عندي تخوف نقول ليهم ما قدرتش قلت نشوف يقدر زعما يكمل معايا ما يديرش ولكن مني شفتو كيتهرب صافي تما مشيت عاودت الام ديالي عاودت ليها كل شيء قلت لها راه كاين ها كاين وحتى هي تصدمات وقالت لي علاش زربتي وهادي المهم بقات كتعاتب فيا قالت لي ما كنتيش تزربي قلت لها راه خلاني نثق يعني ديك الثقه العمياء انه عمرو غادي يجي شي نهار وغادي يمشي يعني ثقت. حفصه غنسولك واحد السؤال غيطرحوه بعض المغاربه واش كان طمع ولا ثقة؟ لا كانت ثقة. كاين فرق ما بين الطمع وكاين فرق ما بين الثقة. لو كان طمع ما غاديش نديرو معاه إجراءات قانونية وزواج شرعي مكتمل على حقه وطريقه غناخدو اللي بغينا طبيعة الحال وغنصارفو وما غاديش ما نديرو معاه حتى شي حاجة غيكون داكشي سري ولكن كانت وكان ممكن ديريها لأنك انت كتب ليك الطوموبيل والدار قبل ما يقيسك كان ممكن انا نصارف نقول لي الله يعاوننا ويعاونك ولكن لا انا بالعكس انا اللي بقيت متثبته وانا اللي بقيت كنأصر باش لاكت يدار ليا حيت انا ما كانتش عندي شي نيه سيئه ما كانت حتى شي حاجه كانت ثقه بزاف يعني كنت ثقه وديك الثقه هي اللي خرجت عليا. واخا رجع عندك الحاجه من بعد ما وقع هادشي السيد غبر ليه الآثار شنو اللي وقع من بعد؟ اللي غبر ليه الآثار مشينا درنا محاولة مشينا للبيرو ما لقيناهش فيه عيطنا ليه في التليفونات
كيكروشي علينا ما كيجاوبنا ما كيجاوبناش. صافي مشى مشى مره ما بقاش. انا قالت لي البنت ديالي نوض ماما ندعيوه نقص. انا قلت ليها لا من 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 اديوش من زربوش ومن اديوش يقدر يرجع يقدر يكون عنده شي مشكل يقدر شي حاجه يبغي يقاطع ويرجع. هذاك هو اللي خلانا انني ما بلغتش به انا في الاول فاش مشى حيت ما قلت راه غادي يكون عنده غير شي مشكل. شو واحد شويه كنتفاجئوا انه هو اللي دعانا دار بكم شكايه علاش دار بينا شكايه بحال انا والاب ديالها وبنتي نصبنا عليه وحنا ما نصبناش عليه. كيفاش نصبتوا عليه وهذا السيد كتقولي منذ مده هو تيجي عندكم ودير حفل في اوتيل مبرككم معاه في اوتيل لواحد المده تيقول لكم نكمل الاجراءات. كيفاش غتكونوا نصبتوا عليه؟ ما نصبناش عليه حنايا ما نصبناش حنايا درنا النيه درنا النيه وثقنا فيه لان علاش مهندس محلف ما غاديش تقول هذا الانسان راه غيدير هذا الشيء وغيوصل لهذا الشيء. ما طاحت لياش كاع في البال ديالي لدرجه ان بنتي ملي وقع لها الواقع ومشى في حالاته وبغينا نديكلاري والزوج ديالي بغى يمشي ديكلاري وبنتي بغات تمشي تدير الشكايه انا ما خليتهمش. انا اللي وقفت في وقفت لهم هذاك قلت لهم ما تاديوش دابا يرجع. واحد شويه كنتفاجئوا انه هو اللي مشى دعانا. امتى هذا الشيء؟ امتى دعاكم؟ دعانا في حتى دازت 3 شهور من مورا الواقعة. واش مشاو دابا وراه الناس اشي ولكن ما غاديش يوريو انا راه مهندس علاش غادي يوريو الناس اش يدير. حتى كنتفاجئوا واخا دعاكم واش وصلتوا للمحكمة بديتوا اجراء بداو استدعاءات بداو تصنطوا ليكم شنو اللي وقع؟ دعانا جاتنا الاستدعاء. ملي جاتنا الاستدعاء مشينا لعند البولي وهذا السيد علاش دعانا؟ قال لك دعاكم انكم نصبتوا عليه وتيطالب بداك الشيء ديالو يرجع ليه. انا في هذاك لو طون اللي هذاك انا تصدمت كيفاش انا ما كنتش بغيت ناديه ولا هو مادينا. يعني راه هو اللي دخل عندنا بنيه الزواج هو اللي دار داك الشيء هو اللي كل شيء صوبه هو. يعني كيفاش انا غنصب عليه كيفاش غنصبوا عليه حنايا؟ راه هو اللي نصب علينا هو اللي خدا الشرف ديال بنتنا ونصب علينا ودابا تيطالب بداك الشيء ديالو باسترجاع ليه. واخا وصلتوا للمحكمه ولا باقي؟ وصلنا للمحكمه دزنا في الجلسه الاولى مع نائب وكيل الملك ورجعونا للتحقيق تعميق في البحث رجعونا ليه. باقى دابا في تعميق البحث هو دعانا في دابا باقى في تعميق البحث وهو دعانا في محكمه الاسره ودعانا في الجنحي. درنا حنا الشكايه ديالتنا في الجنحي وديال محكمه الاسره راها دابا دارت مداوله نهار الاثنين ونهار 6 في شهر 6 غادي يكون الحكم وباقي هذاك الحكم ما عرفناش باش غيتصدر. وانا ملي شفت داك الشيء ماشي هو هذاك التجأت للجمعيه والتجأت للراي العام باش ينصفني. حفصه دابا انت في الاخر شنو بغيتي من هذا السيد؟ هذا السيد كنطالب انا باش يرد لي حقي ويكتب عليا. كنطالب بالعقد ديالي يتكتب باش ما تسماش ضحك عليا واستغني من جميع النواحي. يعني انا كنطالب بهالعقد يتكتب عليا وهاد يعني وهاد المشكل اللي وقع ما يعاودش يوقع العديد من البنات. يعني ما يعاودش يوقع بزاف ديال البنات ودريات اخرين. هادشي اللي كان الحاجه. انت كأم شنو بغيتي دابا النتيجه ديال هادشي؟ انا النتيجه ديالتي دابا ما عرفت بنتي واش من المجوجين ولا من المطلقين ما عرفتهاش بلا لاكت بدات شي حاجه. انا ولا عندي مشكل تاع مع العائله
حتى مع العائله تيقولوا لي شنو هادشي اللي درتي، حطنا في واحد الموقف اللي مرض فيها العائله كامله، كنا مرضنا وكنا تنتعالجوا عند اطباء نفسانيين بهذا الشيء اللي دار لينا، هو اللي نصب علينا لان دخلنا بنيه الزواج، وداك الشيء اللي دار معنا يعني ما كتشكش فيه انه واحد النهار غادي يهز ويزيد. اعزائي المشاهدين، سمعنا القصه الكامله من عند الحاجه ومن عند حفصه. انا بصراحه كأب غادي نقول ممكن يوقع لي نفس اللي وقع لهاد العائلة. إلا كان الكلام ديال هاد الناس صحيح وكما هو فهذا نصب واحتيال، نصب واحتيال بالإغراء. واحد جدر زواج المتعة، مازال راه الخليجيين كيدير كاغيط، هذا راه بلا كاغيط، دير زواج المتعة وفي الاخر باغي يسترجع داك الشيء اللي عطى كهدية. والله العظيم إلا سبحان الله كاين شي مغاربة وجههم قاصح. راه هاد الشيء اللي وقع، الناس كيقول لك الخطوبة دازت في أوطيلة، عباد الله السيد دخل من الباب ماشي من الشرجم، كان إغراء الطفلة، راه 20 عام راه باقي عقلها صغير، كان إغراء. وهذا هو الخطأ ديال بناتنا دابا، بناتنا ما بقاتش باغا تقرا وتوصل للهدف ديالها، ولات كيبان ليها واحد غيجي يحقق ليها الامنيات ديالها ما عندها ما دير بالقرايه. وهادشي اللي وقع لحفصه، ولات كتشوف ان المستقبل مع ذاك الراجل رغم انه يكبرها سنا، راه 36 عام باش فايتها، واللي فايتك بليله فايتك بحيله، وبالحيله باش قضى على حفصه. وكنقول لكم اللي تعجب يتبلى، واي اسره مغربيه ممكن يوقع لها نفس اللي وقع للاسره ديال حفصه. فالاب ما شاء الله عليه انسان متدين متخلق، ولحد الساعه في الكواليس كيبرك وكيهضر على هذا الانسان بكلام طيب، وربي شاهد على ما اقول، كيهضرش عليه بالسوء. العتاب اللي كان عنده هو ان السيد كبير عليه في السن، رغم الصداقه ديالو معاه انه ما قبلوش على كبار السن ديالو، ولكن الاخر عرف منين يدور، درجيت الطرف الاضعف اللي هو حفصه لعب ليها بدماغها. طبيعي ان اي اب اي ام كتقول اللهم نعطي بنتي بخاطري، ولا غدا ولا بعد غدا تولي تقول لي مشيت معاه بس بزمنكم، وداك الشيء اللي خافوا منه هو اللي طاحوا فيه. الخوف من ذئب بشري. اليوم حنا امام واحد المعضله وهو امتحان القضاء المغربي، واللي دائما حنا كنقولوا عندنا واحد الثقه كبيره في القضاء ديالنا. هاد الشيء والوقائع اللي كنشوف التوثيق ديالها بالصور وكذلك فيديوهات، هاد الوقائع وزياده على اوديوهات سمعتهم تثبت ان هاد السيد كان يتحايل على هاد الاسره حتى خدا اللي بغى. هو عند بالو ملي غرى حفصه وخدا اش بغى صافي، في الاخر غيقول لهم الله يعاونكم عطوني ديالي. عندنا قانون الشريف
كنتمنى من الله عز وجل أن القانون المغربي ينصف حفصة ويربي هذا السيد، لأنه خصو التربية. واحد اللي يجي يدير البنات المغاربة هذا الإغراء وديهم بهالطريقة خصو يتربى. وإن كان عكس هذا الكلام فلك حق الرد، ولكن كنتمناوك أنك تجيب لنا الدليل والبرهان. فصوت العدالة فتح الباب ديالها أي واحد، ولكن يجي يعطينا عكس ما يقولون هاد الناس أنهم نصبوا عليه. وكيفاش نصبوا عليه؟ في المحاكم المغربية ماشي أي واحد كيجي يرفع شكاية كيقول لي أجي بسم الله الحق ديالك. أعزائي المشاهدين، كما كنوعدكم ديما باش ما نطولش عليكم، فالقصة حفصة غناخدوها بيدينا وبسناننا، تنشوفوا عندها الحق ديالها إن شاء الله، لأن هادشي اللي وقع ليها ما تبغيش يوقع لا لأمك ولا لأختك ولا لخالتك ولا لعمتك، عيب وعار. أعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا أنس. إلى اللقاء.